تعالوا نرجع مع حضراتكم لأبرز الوظائف الخالية بالنسبة للناس اللي بتدور على شغل. وعلى فكرة نحاول بقدر إمكاننا إن احنا نثبت يعني هذه الفقرة طول الوقت، لأنه ناس كتير بتقعد تقول لنا احنا عايزين شغل، شغل احنا مش عارفين نلاقي فين شغل، ازاي نبحث عن فرصة عمل. بالمناسبة اللي عايز يلاقي شغل بيلاقي شغل، طب اللي عايز يلاقي شغل بس محتاج مساعدة شوية، حاضر عنينا هنكون مع حضراتكم. لما احنا نتكلم انه الخطوات اللي دايما بتعملها الدولة او وزارة القوى العاملة في اطار مواجهة البطالة، ان يحصل عندنا حد من معدلات البطالة، وزارة القوى العاملة في تواصل دائم مع القطاع الخاص عشان القطاع الخاص كمان يبعت الوظائف الخالية اللي موجودة عنده وتنزل في نشرة التشغيل التابعة لوزارة القوى العامة. بكل اسف انا عايز اقول لكم ان كتير من الناس ما بتدخلش على نشرة التشغيل مع انها بتنزل كل شهر وبشكل دوري ومنتظم، وكمان وزارة القوى العاملة بتكون متأكدة انه فعلا يعني انت متأكد انك لما تدخل على نشرة التشغيل دي انت ضامن انه وزارة القوى العاملة بكل تأكيد مش هتحط لشركة اي مكان، يعني اسم الشركة او اي مكان المجال اللي بتشتغل فيها او اي حاجة، مش هتحط الشركة اعلان على موقعها بدون ما تكون متأكدة من الشركة والجدية والوظائف. يعني مش هتحط شركة مثلا مش ضامنة انها عارفة انها ليها سجل تجاري وبطاقة ضريبية وليها مقر ثابت و و و الكلام ده كله. احنا هنحط لحضراتكم دلوقتي جزء من الوظائف مش كلها. اللي عايز ان هو يشوف باقي الوظائف اللي موجودة هيظهر لينك قدام حضراتكم على الشاشة، وده اللينك اللي بيدخلكم على موقع التوظيف التابع لوزارة القوى العاملة او نشرة التشغيل. تعالوا نشوف مع حضراتكم الوظائف دي، ابرز عروض الوظائف اللي موجوده هذا الشهر. وزي ما بقول لكم احنا ان شاء الله باذن الله هنتابع مع حضراتكم بصفه مستمره كل ما يبقى فيه فرص عمل جديده بيتم الاعلان عنها زي ما عودناكم دايما. وتاني هرجع اقول لو انت بتدور على وظيفه هتلاقي، لو بتدور على وظيفه تفصيل بالمناسبه برضو هتلاقي بانك تروح تعمل مشروع، فهتفصل اللي على مزاجك او اللي بتستهويه او اللي انت شايف انك عندك موهوب او اللي انت موهوب فيه. ده اللي ممكن حضراتكم يعني تطلعوا عليه او تشوفوه من الوظائف. ربنا يوفق الناس جميعا، عندك مشروعات وعندك وظائف، وان شاء الله باذن الله النوع ده من الفقرات هيكون قدر الامكان او الاخبار ثابت معانا على قد ما نقدر. بس احنا عايزين حركة، زي ما احنا بنحاول نساعد احنا عايزين كمان اللي لسه بيدور على شغل يساعد نفسه، ما نرجعش للأزمات المتعلقة بالشهادات وان كل واحد مستني وظيفة حسب تخصصه وحسب شهادته. لو عايز تعمل ده انا بنصح الناس انها تروح تتقدم لجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، في قروض ميسرة جداً بفوائد تكاد تكون منعدمة وناس بتساعدك، وفي مبالغ مرصودة لمساعدة الشباب على المشروعات دي. ولسه كنا قايلين لحضراتكم التعيينات كمان بتاع بنك ناصر الاجتماعي، فحد بيقول لي طب والتعيينات الناس الخريجين القدام؟ يا فندم هم بيتكلموا على الشباب، احنا بنتكلم على الشباب، لكن لو واحد قعد عنده فوق ال 30 سنة و 40 سنة وما قررش يشتغل طول السنين دي، ده محتاج يساعد نفسه قبل ما يدور على حد يساعده. اذا كان ساعه ما اتخرج وعنده 22 سنه و 23 سنه قاعد عاطل طول السنين دي كلها، يبقى ده شخص عمره لا يتحرك ولا يشتغل، عشان كده هو محتاج يساعد نفسه الاول قبل ما الاخرين يمدوا ايديهم بالمساعده ليه.